بدنا نكشف كل الحقائق، بدنا نحط المسؤوليات، وبدنا نوضح، بدنا نعمل مثل خارطة الطريق لإنقاذ لعبة الباسكتبول. من الفيلبين يعيد مدرب المنتخب اللبناني لكرة السلة بفضح أسباب تعليق مشاركة الكرة اللبنانية خارجياً، أزمة يحمل البعض مسؤوليتها لاتحاد اللعبة. رئيس الاتحاد اللبناني وعضو بالاتحاد اللبناني، واحد عمل إخبار وهو العضو اسمه فادي تيبيد، ورئيس الاتحاد كان بزيارة لزوريخ، خبر باتريك بومان أمين العام أنه شو عم يصير بمنظاره. اللي عم يسوق وعم يقود هذه السفينة هو الاتحاد اللبناني لكرة السلة، ويتحمل كل المسؤولية بغض النظر إذا كان عليه حق ولا معه الحق ولا كيف ما كان. كان لازم يكون عنده الحنكة والإدارة الصحيحة لحتى يوصل المركب للأمان، وما وصله وفوتنا بالحياة. لجوء الأندية إلى القضاء يبرره كاخيا وقانسو بغياب القوانين التي ترعى اللعبة وأنديتها، لكن ماذا عن التدخلات السياسية التي أدخلت كرة السلة في المجهول؟ تدخل السياسي نحن خلقناه، هيدا الاتحاد إجا بقرار سياسي بتدخل أطراف سياسية كاملة، كلهم مسؤولين، ما في طرف سياسي في لبنان ما تدخل، لأنه هنن تدخلوا هنن خربوا اللعبة. اليوم بدي أعمل معركة على خلفية سياسية بالأخير بدها تبج، لأنه أنا وياك بتعرف أنه في انقسام حاد بالبلد. لما بيصير الانقسام على ما على ماتش باسكت أو على قرار اتحاد لكيديات معينة بدها تبج. لكن ورغم توقيف نشاطات المنتخب الدولية إلا أن الأفق لا يبدو مسدودا كليا. باتحاد جديد، برؤية جديدة، بأشخاص أوادم، مقنون سياسي خلال 3 شهور بيشيلوا اللفت. من بعد هالدمار اللي صار بهاللعبة نجرب الكل يوعى انه اخر شيء لازم نحنا نشتغل بطريقة تانية، ولازم الستركتور تبعيتنا وانظمتنا ونحمي هاللعبة بشكل اخر. مهما اختلفت الاراء فان انتقال نزاع سياسي الى ملاعب كرة السلة سيسلب الروح الرياضية ولن ينتج عنه سوى دمار هذه اللعبة.